إلى أن قاس أبو عمرو القراءة ثمزور يموت في سنة 154 للهجرة، إلا أن يقارن نافع وقيموث سنة 169 للهجرة. القراءة في استثاء ابن كثير يموث سنة 120 للهجرة. عامر قراءة عامر يموت سنة 118 للهجرة. حمزة يموت سنة 156 للهجرة. عاصم يموت 127 للهجرة. الكسائي يموت 189 للهجرة. الوقذقي ومقارن قراءة السبع المتواترة التي وصلتنا بالتواتر الذي يفيد القطع واليقين. ما شاء الله. وثنتيش معان من جمعها من دونها اللي هو ابن مجاهد المتوفى سنة 324 للهجرة ببغداد. الله عز وجل قيض هذا العالم جليل هذا الإمام باش يجمع هذه القراءات السبع. اسمه ابن مجاهد يموت في سنة 324 للهجرة في بغداد العراق.